9 مباريات دون انتصار حصيلة فرضت على الملعب التونسي تحقيق الفوز للخروج من دائرة الشك. وصلنا الوضعية اللي ضيعنا برشا نقاط، بالرغم اللي في بعض المقابلات كان فما مردود باهي، لكن ما كانش فما ربح. بالنسبة لي نحن اليوم مقابلة مع القروان ما فماش كلام، بالنسبة لي إن شاء الله يكونوا 3 بوان. المنافس شباب القيروان يواصل تغييراته على مستوى الإطار الفني. الحيدوسي يعوض حافظ لهواربي كخامس مدرب يشرف على الشبيبة منذ بداية الموسم. في الوقت الراهن هو الحل لأحداث الرجاء النفسي، لازم تغيير المدرب. يعني أنتم تعرفوا الوضعية أكثر، النتائج هي اللي تفرض تغيير المدرب. إن شاء الله ربي معنا، إن شاء الله النتائج تتبع ونخدموا على رواحنا، وإن شاء الله مثل ما كان الخير. بنقطتين منذ انطلاق البطولة وخمسة هزائم متتالية، الشبيبة كانت تعرف اليوم أن المهمة مش باش تكون سهلة في باردو، وهذاك علاش لقى الملعب التونسي مع بداية المباراة صعوبة كبيرة في اختراق دفاع جيسكا. قعدنا 20 دقيقة باش نشوفوا أول محاولة كانت من كورة من بلال المجري يسدد باليسار، فرصة مرت محاذي القائم الأيسر الحارس نديم الثابت. فرصة ثانية للملعب التونسي، حسن المسعدي في التحام مع الشرطاني يسقط على الميدان يطالب ضربة جزاء والحكم يواصل اللعب. الحوار يتواصل بين مدافع الشبيبة نور الدين الشرطاني ومهاجم الملعب التونسي حسن المسعدي، والمرة هذه الحكم سفيان قتات يتردد في البداية وبقرار من مساعده الثاني على الإتليق يمنح ضربة جزاء البقلاوة. حسن المسعدي يتولى التنفيذ، يحط الكرة على يسار الحارس نديم الثابت، 1-0 الملعب التونسي في 25 دقيقة. الشبيبة تقدم الهجوم، إمكانية تعديل النتيجة تضيع على ماهر الحداد بعد اضطراب في دفاع البقلاوة. الشوط الثاني بدأ بفرصة للشبيبة، زيادة الزيادي كورته تضرب في زميله وتخرس التمطار، والملعب التونسي يجيب بسرعة، كرة توصل بلال المجري، التسديد في دين نديم الثابت. محاولة أخرى للملعب التونسي بعد تسديدة من العماري يرجعها الحارس بصعوبة قدام شهاب الزغلامي، حارس الشبيبة يتألق مرة ثانية ويفسخ هدف محقق. الضغط يتواصل من أبناء باردو وتغييرات المدرب غازي الغرايري تغير النتيجة. بما أن الثنائي بن خميس وآيت مالك اللي دخلوا في الشوط الثاني أحدثوا الفارق، كرة من بن خميس آيت مالك يروض يتجاوز الحارس ويضيف الهدف الثاني في 67 دقيقة. اللاعب يستأنف بكرة طويلة من زياد الزيادي كادت تغلط عليه جمل، والملعب التونسي يحقق المهم، يعود للانتصار بعد 9 جولات منها 3 تعادلات وهزيمة مع المدرب غازي الغرايري في الأربع لقاءات الفارطة. والشبيبة تواصل نتائجها السلبية دون انتصار منذ بداية الموسم. الانتصار احنا كنا عارفين انه باش يجي، ممكن طويل شوية، هذا حط شوية أثر على المعنويات نتاع اللاعبين. انتصار باهي، لكن المهم هو مواصلة الانتصارات، معناها مازلنا الانتصار هذا يعطي أريحية أكثر، يحسن شوية الترتيب، لكن اون دوا انشيني لي فيكتوار باش وضعية الفريق تكون أكثر مريحة واللاعبين يلعبوا على مستواهم الحقيقي. الجوارات معناها سونتري فراجيل مونتالمون، ممسوسين، ما فماش حتى ردة فعل، هذا معناها مفسروه معناها بلوزيور فاكتور اللي تشوف معناها الولاد هذوما ما عملوش بريباراسيون فيزيك من ماتشويت باراج ديريكت، معناها لعبوا الماتش ولعبوا في ماتشويت معناها في ريتم ما ينجموش يجاريوا الريتم هذا 4-1 4-1. كل الحاضرين اليوم في ملعب باردو تسالوا عن سر غياب الحيدوسي رغم الاعلان الرسمي من طرف الهيئه التسييريه عن انتدابه. من نهار الاثنين مش يولي اوفيسيال، اليوم حبينا كي خذينا الترخيص في اخر وقت في الدقيقه كيف ما نقولوها 90 نتاع الستاف الكل، كي لقى اسمه من اللول ما فماش اسمه في حكايه قبل درجين بدايه المقابله، خذينا تراخيص اللازمه باش يكون على البنك هو وسي مقداد وسي جمال. الوقت ما زازوش باش يخلط الملعب، وما نجمش المدرب مساعد يخدم على روحه في وسط الملعب وهو يجي ما بين الاشواط ولا فهمت. بعثته لسي سفيان 13:50 دقيقه في نفس التوقيت، معناتها الكياس والبوتياج واحد ما ولا طلبني قلت له خلينا نبداو كيف ما تفهمنا في المفاهمه الاولانيه اللي هي بدينا بها نحن يوم الاثنين.